قصف بالطيران الحربي على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. قصف بالطيران الحربي على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. الطيران الحربي يقصف مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 6/10/2014. الطيران الحربي يقصف مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 6/10/2014. ولا يزال الطيران الحربي يحلق في أجواء ريف حماة الشمالي.